لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يجعلنا وإياكم من العلماء العاملين ومن الهداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. هذا الكتاب كتاب مشهور، وهو متن أبي شجاع للقاضي العلامة أبي شجاع، وهو من علماء القرن السادس الهجري، ومؤلفه هذا المسمى بمتن أبي شجاع أو متن الغاية والتقريب، متن الغاية والتقريب في الفقه الشافعي، هو من أحسن وأجود كتب الشافعية وأكثرها انتشارا وأوسطها أو أطهرها حجما، وقد كتب الله له القبول التام، فلا تكاد تجد طالب علم يتفقه على مذهب الإمام الشافعي إلا وقد قرأ هذا الكتاب وأتقنه وكبره أو حفظه أو اطلع على شروحه وحواشيه وتقريباته وتعليقاته. ويحسن بنا أن نسلط الضوء على المؤلف أو على الكتاب وعلى المؤلف، فالمؤلف هو القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني العبادان الشافعي. ولد سنة 33 و400 بالهجرية بالبصرة، وتولى الوزارة فنشر العدل والدين، وكان لا تأخذه في الله ولا في الحق لومة لائم، وكان كثير العبادة، وكان لا يخرج من بيته حتى يصلي، وهذا ثابت في السنة أن الإنسان إذا أراد أن يخرج من البيت فإذا صلى ركعتين يعني تكون وقاية له. وكان جامعا بين العلم والمال، عالم عنده مال، والذين يتولون توزيع الزكاة أكثر من 10 أنفار، يعني أكثر من 10 أشخاص هم الذين يوزعون زكواته، ربما وزع الواحد مثلا 120,000 دينار. فعم إنعامه الصالحين من حيث العلم ومن حيث بذل المال. ومع هذا العلم كان متواضعا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله تعالى، فقد كان يكنس المسجد النبوي واستمر يكنسه كثيرا، وهذا دليل على تواضعه. وعاش القاضي رحمه الله تعالى 160 سنة، 160 سنة قالوا لم يختل عضو من أعضائه، يعني عاش ممتعا بسمعه وبصره وصحته. فقيل له: 160 سنة وأنت ممتع بسمعك وبصرك؟ قال: تلك أعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر، أو ما عصيت الله بشيء منها قط. هذا الكتاب يسمى غاية الاختصار، ويسمى متن الغاية والتقريب، ويسمى متن أبي شجاع، وقد أثنوا عليه، فقال بعضهم: أيا من رام نفعا مستمرا ليحظى بارتفاع وانتفاع، تقرب للعلوم وكن شجاعا بتقريب الإمام أبي شجاع. لو جينا نحصي من اهتم بهذا الكتاب لوجدنا أن من اهتموا بهذا الكتاب يزيدون على 30، أكثر من 26 يعني خدمة لهذا الكتاب، ما بين شرح وما بين يعني حاشية وما بين منظوم أو منثور، وهي كثيرة. فمنهم من يهتم بدقائق مسائل الفقه، ومنهم من يهتم بأدلته، وكل واحد له وجهته
ولأن هذه الدورة وقتها محصور، فمن كان قد درس من قبل فتكون مراجعة له، لأن الإنسان لو أراد أن يبسط لاحتاج إلى وقت كثير، ومن لم يدرس من قبل فستكون هذه الدورة بمثابة تصور للمسائل مع شيء من الأدلة والتعليلات الفقهية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يفهمنا وأن يفقهنا وإياكم. والفقهاء والعلماء من أهل الفنون يقولون إن أي إنسان يريد أن يدخل في علم من العلوم عليه أن يلم بعشر مسائل، كما قالوا إن مبادئ كل فن عشرة، الحد والموضوع ثم الثمرة، وفضله ونسبة والواضع، والاسم الاستمداد حكم الشارع، مسائل والبعض بالبعض اكتفى، ومن درى الجميع حاز الشرفاء. يريدون أن يقولوا هذا الفن الذي نحن قادمون عليه نريد أن نتعرف على ملامح وتصورات حتى نقدم على هذا الفن بشيء من المعرفة، فيقول لك ما حده، ما تعريفه، ما موضوعه، عن ماذا يتحدث، ما اسمه، من أين يستمد هذا العلم. ولكن ليس بالضرورة أن يرمى الإنسان بجميع هذه الأسئلة العشرة، فيكفيه أن يعرف بعضها. فالعلم الذي نحن فيه هو علم الفقه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الصحيحين عن معاوية رضي الله تعالى عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من هنا اسم شرط جازم تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، هذا منطوق هذا الحديث. مفهومه أن من لا يريد به خيرا يجعله متخبطا ماذا في ظلمات الجهالات. والمقصود بالدين هو الإسلام بكافة ما فيه من حلال وحرام وعقائد وفروع ومعاملات وأخلاق. لكن الآن اصطلاح عند المصنفين إذا أطلق الفقه فالمقصود به علم الفروع الفقهية، المقصود به التفريعات الفقهية، وليس المقصود به الدين بأكمله. والناس يحتاجون إلى الفقه كثيرا، فإذا ذهبت إلى أي مكان أو أي منطقة وكان مع الناس فقيه ومحدث ولغوي مثلا، فعن ماذا يسألون؟ في الغالب يسألون عن الفقه، عن مسائلهم الدينية. وليس هذا بتهوين من بقية الفنون، لكن هو أحوج ما يحتاج الناس هو الفقه. إذن ما المقصود بالفقه؟ المقصود بالفقه في اللغة الفهم، وأما في الإصطلاح فالمقصود به القواعد الباحثة عن أفعال المكلفين من وجوب وندب وإباحة وكراهة وحرمة وصحة وفساد، وكون الشرط سببا أو شرط، وكون الشيء سببا أو شرطا أو مانعا. يعني ليس هناك أمر يفعله المكلف إلا ولله فيه حكم، من يكون هذا الأمر واجبا أو مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما، وإما أن يكون هذا الشيء سببا أو شرطا أو مانعا، إما أن يكون هذا الشيء صحيحا أو فاسدا. فلا بد من حكم شرعي متعلق بأحوالك أيها المكلف. ولم تضق الشريعة طيلة تاريخ المسلمين لم تضق عن بيان حكم شرعي في قضية معينة، وإنما يجهل هذا الحكم من جهله ويعلمه من علمه. طيب ما موضوع الفقه؟ موضوع أفعال المكلفين، أفعال المكلفين. ما الثمرة؟ ما الفائدة؟ الثمرة أو الفائدة، تفضل. الثمرة أو الفائدة، الأخ يريد أن يوزع فيكون التوزيع بهدوء. الثمرة أو الفائدة هي معرفة صحيح العمل من فاسده ليكون الفوز بسعادة الدارين، ليكون الفوز بسعادة الدارين. طيب إن مبادئ كل فن عشرة، الحد التعريف، والموضوع ذكرنا موضوع الفقه أنه إيش، ما موضوعه؟ موضوع الفقه أفعال المكلفين. الحد والموضوع ثم الثمرة، ما ثمرته؟ أن تعرف صحيح العمل من فاسده. فإذا عرفت صحيح العمل من فاسده وعملت بصحيح العمل تكون قد فزت بسعادة الدارين.
وفضله يعني فضله الأحاديث التي وردت في شأنه كما قلنا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. من الذي وضع هذا العلم؟ الذي وضعه هو الإمام أبو حنيفة ومن فضله أن يعرف به الحلال من الحرام. من أين يستمد؟ يستمد علم الفقه من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع ومن القياس. وهناك يعني مصادر أخرى مثلا أفعال الصحابة أو شريعة من قبلنا أو أمور أخرى، بس أبرز ما يستمد منه علم الفقه الأصول الأصلية والأصول التبعية. الأصول الأصلية الكتاب والسنة، الأصول التبعية الإجماع والقياس والمصالح المسألة. ليش؟ لأن الإجماع ما عرفناه دليلا إلا باستناده إلى الكتاب أو السنة، وكذلك أيضا إيش؟ وكذلك القياس. ما حكم الشرع في علم الفقه؟ تعلمه يعني هو من باب الملح، هو فرض كفائي، فرض كفائي في أمور، وفرض عيني في أمور. فمثلا إذا أسلم إنسان فإن عليه أن يتعلم أحكام الصلاة، وإذا كان له مال عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا أراد أن يذهب إلى الحج وتحققت شرائط الحج فعليه أن يتعلم أحكام الحج. فهناك واجبات عينية وهناك واجبات كفائية. الآن قد وزع عليكم هذا الكتاب، نبدأ. قال المصنف رحمه الله تعالى، قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد: فقد قال القاضي أبو شجاع أحمد بن الحسين بن أحمد الأصفهاني رحمه الشافعي رحمه الله تعالى: سألني بعض الأصدقاء حفظهم الله تعالى أن أعمل مختصرا في الفقه على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى عليه ورضوانه. أولا، المصنف هنا بدأ بالحمد لله وبالصلاة والسلام على رسول الله، وهذه أمور يطول شرحها فيما لو شرحناها، لكنها معروفة. فبين أن تأليفه لهذا الكتاب جاء بناء عن طلب من أصدقائه، لأن بعض المصنف لما يصنف الكتاب له أحوال، أحيانا قد يصنف الكتاب ابتداء منه لمعرفته بحاجة الناس إليه، وأحيانا يصنف بناء على رغبة مشايخه، وأحيانا يصنف بناء على رغبة تلاميذه، وأحيانا يصنف بناء على رغبة أصدقائه. وكأنهم رحمهم الله تعالى يعني يريدون أن يبتعدوا عن شيء، يريدون أن يبتعدوا عن الرياء وما يتعلق به. فقد يقول، فكأنه يريد أن يقول: أنا ما صنفت هذا الكتاب حتى دعوني وطلبوني فوجبت علي الإجابة، كأنه يريد أن يقول هكذا. قال: على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمة الله تعالى عليه. الصحابة رضوان الله تعالى عنهم تلقوا الفقه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء التابعون فأخذوا عنهم الفقه، وجاء تابع التابعين. ثم لما انتشر الفقه في الأمصار اعترف الناس بالإمامة لأربعة من الأئمة: الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ومذهبه هو مذهب الحنفي، والإمام مالك بن أنس الأصبحي الحميري من الأصابح المعروفة ببلاد الحجرية، والإمام محمد بن إدريس الشافعي المطالبي، والإمام أحمد بن حنبل رحم الله الجميع. فالإمام أبو حنيفة انتشر مذهبه في بلاد الهند وفي كثير من الجمهوريات الإسلامية التي كانت تحت الاتحاد السوفيتي، وفي بلاد العراق أيضا وكثير من البلدان الإسلامية، وحكم بمذهبه دول كالدولة العثمانية والدولة العباسية، يعني الدولة العباسية أكثر من 600 قرن حكمت، بأكثر من 6 قرون حكمت بمذهب أبي حنيفة، وكذلك الدولة العباسية. وأما مذهب الإمام مالك فهو منتشر في المغرب الأقصى على وجه الخصوص، وأما مذهب الإمام الشافعي فموجود في بلاد الشام وفي بلاد مصر وثلاثة أرباع أو أكثر من ذلك في بلاد اليمن.
وكذلك أيضا في أماكن في العراق، وكذلك أيضا في جنوب شرق آسيا كماليزيا مثلا وكاندونيسيا وغيرها. وأما المذهب الحنبلي فقد انتشر في بلاد الحجاز وفي كثير من بلدان العالم الإسلامي. ونحن في هذا الزمن جرب الناس وجرب طلاب العلم قراءة الفقه من طريق علم الحديث، فوصلوا إلى نتائج لكنها ليست النتائج المرجوة، ولهذا عادوا يدرسون كتب الفقه. وقد يلاحظ الإنسان أن هناك يعني وسيلاحظ الإنسان أنه ما من مسألة إلا ولها دليلها، قوي هذا الدليل أو ضعف، لكن لما يتفقه الإنسان على مدرسة واحدة يتقنها ثم يتخذ ذلك وسيلة لمعرفة بقية المذاهب ستكون عنده ملكة فقهية قوية. وهذا الكتاب الذي ندرسه يعني على مذهب الإمام الشافعي محمد بن إدريس رحمه الله تعالى. والإمام الشافعي المعروف بذكائه وإمامته وعلمه، وهو الذي خاطب طلاب العلم فقال لهم: أخي لن تنال العلم إلا بشدة أنبيك عن تأويلها ببياني، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. فلا بد للإنسان من هذه الأمور لكي ينال أشرف المراتب. وكان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى مشهورا بالذكاء، مشهورا بالذكاء إلى أقصى درجة، حتى ذات مرة لما جاءت فتنة خلط القرآن وحبس الإمام أحمد وسجن ووقع لهم ما وقع، استدعي الإمام الشافعي وكان موجودا في بلاد نجران، فسيق مقيدا مع 9 أو 8 من المطلوبين للوالي أو الخليفة يعني في زمانه. فلما وصل إلى الخليفة غشوا به، قالوا: هذا الشافعي لا يقول بخلق القرآن. فاستدعاه مغضبا وقال له: يا شافعي، ما تقول في خلق القرآن؟ قال: إياي تعني؟ قال: نعم. قال: مخلوق. فخرج الإمام الشافعي فسألت الحاشية هذا الخليفة: ماذا قال لك الشافعي؟ قال: أنت تكذبون عليه، سألته عن القرآن هل هو مخلوق؟ فأجاب: نعم. قالوا: لا بد أن تقول لنا كيف قلت له. قال: قلت له: يا شافعي، القرآن مخلوق؟ فقال: إياي تعني؟ فقلت: نعم. قال: مخلوق. قالوا: هو ضحك عليك، ضحك عليك الشافعي. إياي تعني يعني نفسه، من الذي يجادل في نفس الشافعي؟ قالوا له: ائتي له بسؤال آخر ما يستطيع يتهرب منه. فاستدعاه اليوم الثاني قال: هربت مني يوم أمس، فأنا سأسألك سؤالا لن تجد عنه مخرجا. الكتب التي أنزلها الله على رسله القرآن والتوراة والزبور والإنجيل، هل هذه الكتب مخلوقة؟ فقال الإمام الشافعي: القرآن والتوراة والزبور والإنجيل هذه الأربع كلها مخلوقات. فخرج الإمام الشافعي من بينهم، فقال الوالي: أنتم تكذبون عليه. قالوا: قل لنا بالضبط ما الذي حصل. قال: أنا سألته هل الكتب الأربعة مخلوقة؟ فقال لي: القرآن والتوراة والزبور والإنجيل هذه الأربع كلها مخلوقات. فالمقصود بالأربع ماذا؟ الأربع الأصابع. وهكذا قال في غاية الاختصار: المختصر ما قل لفظه وكثر معناه. الشيء المختصر الذي قل لفظه عبارة وجيزة ولها معاني كثيرة. ونهاية الإيجاز: ليقرب على المتعلم درسه ويسهل على المبتدئ حفظه، وأن أكثر فيه من التقسيمات وحصر الخصار. فأجبته إلى ذلك طالبا للثواب، رائبا إلى الله تعالى، رائبا إلى الله سبحانه وتعالى في التوفيق للصواب، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. قالوا: إن التوفيق شيء عظيم، ولذلك لم يذكره الله عز وجل في كتابه إلا مرة واحدة. قال الله عز وجل: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأما قوله تعالى: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، فالمقصود الموافقة وليس المقصود التوفيق. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. الفقهاء رحمه الله تعالى قسموا كتب الفقه إلى كتب وإلى أبواب
وإلى فصول وإلى مسائل غالبا. والمقصود من هذه التقسيمات تسهيل الأمر على طلاب العلم، وهذا موجود حتى في كتاب الله تبارك وتعالى. فالقرآن الكريم فيه سور، فلما يقرأ، لو كان القرآن الكريم يعني سورة واحدة لربما يعني لم يستطع، يعني لربما يعني يعني صعب على الإنسان السير الواحد، لكن هكذا الطرق تكون مراحل مقسمة من أجل أن ينتشي الإنسان وأن ينشط في السير. فلما يكون هناك كتب، كتاب الطهارة، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، يتشوق الإنسان من يكمل كتابا فينتقل إلى كتاب آخر. إذن قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. هنا بدأ المصنف رحمه الله تعالى بالطهارة، والعلماء يقولون ما قدم شرعا قدم وضعا، ما قدم شرعا قدم وضعا. بدأ بالطهارة لأن الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، والشأن في الشرط أن يتقدم على المشروع، وإذا انعدم الشرط انعدم الشرط المشروع. وقد يوجد الشرط ولكن لا يوجد المشروع. الطهارة شرط من شروط صحة الصلاة، فبدأ بالطهارة لأنها شرط من شروط صحة الصلاة. إذا انعدمت الطهارة انعدمت الصلاة، انعدمت الصلاة المقصود الصلاة الشرعية. إذا وجدت الطهارة هل يلزم منها وجود الصلاة؟ لا يلزم منها وجود الصلاة، قد يتطهر الإنسان ويصلي وقد لا يصلي. إذن الشرط في الله هو العلامة، وفي الإصطلاح ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. فهنا قدم الشرط لأن حقه التقديم، فما كان شرطا فحقه التقديم، وقدمت الصلاة لعظمها ولأنها مرادفة للإيمان. وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي ما كان الله ليضيع صلاتكم. قال رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة. والطهارة تشمل هنا الوضوء والغسل، تشمل الوضوء والغسل، وهي في اللغة النظافة، النظافة هي في اللغة الطهارة، المقصود بها النظافة والخلو من الأقدار الحسية كالبول والغائط، أو الأقدار المعنوية كالحسد والغل والرياء والحقد. الطهارة في اللغة إذن هي النظافة والخلو من الأقدار الحسية أو المعنوية. أما في الشرع، الطهارة الشرعية المقصودة عرفها علماء الشافعية فقالوا: هي رفع حدث أو إزالة نجس، رفع الحدث أو إزالة النجس. رفع الحدث، ما هو الحدث؟ الحدث عرفه علماء الشافعية فقالوا: الحدث أمر اعتباري يمنع، يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. ما هو الحدث؟ الحدث إذا في هناك شيء مثلا مثل هذه التعريفات يستحسن أن تكتبوها. الحدث أمر اعتباري يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص. لاحظوا هذه العبارة: توضأ إنسان فخرج منه صوت، يعتبر الآن محدثا، إذن الحدث أمر اعتباري. لولا الشرع واعتبار الشرع لما كان حدثا. أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، يقوم بالأعضاء إذا أحدث المحدث فيطلب منه أن يتوضأ، فيطلب منه أن يتوضأ. طيب هو أحدث من جهة ونطالب بأن يتوضأ من جهة أخرى، هذا دليل على ماذا؟ على أن الوضوء أقرب إلى كونه عبادة من كونه عادة. الدليل على أن الوضوء أقرب إلى العبادة أن الإنسان يحدث من موضع معين من جسمه، ولما يتوضأ يغسل وجهه. هذا لو كان الأمر معقول المعنى لا أوجبنا عليه أن يغسل دبره. فهو أمر اعتباري يقوم بالأعضاء، ماذا يفعل الحدث؟ يمنع صحة الصلاة.
ولذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. إذا قمتم إلى الصلاة يعني حال كونكم محدثين. يمنع يقوم بالأعضاء يمنع صحة الصلاة، فلا يجوز الإنسان يصلي وهو محدث اللهم إلا في صلاة فاقد الظهورين، الشخص الذي لا عنده لا ماء ولا تراب ولا يستطيع أن يفعل شيء، هذا يصلي على تلك الحالة. يمنع صحة الصلاة حيث لا مرخص، يعني حيث لا مرخص إذا لا يوجد هناك لا ماء ولا تراب يصلي على الحالة التي هو عليها مراعاة لحرمة الوقت. إذن الطهارة إزالة حدث، رفع حدث. لماذا نرفع الحدث؟ لنستبيح الصلاة مثلا، أو يستبيح الإنسان قراءة القرآن، أو ليسجد للتلاوة، أو ليسجد للشكر. الحدث أمر. إذن الطهارة هي الطهارة إذن في الشرع رفع حدث أو إزالة نجس، أو إزالة ماذا؟ أو إزالة نجس. قد يكون بالإنسان نجاسة حلت على قميصه أذى، فلا يجوز له أن يصلي ما دام هذا الأذى على ثيابه. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: وثيابك فطهر. رفع حدث أو إزالة نجس قال الشافعية: أو ما في معناهما أو على صورتهما، هذه مفترجة، أو ما في معناهما أو على صورتهما. لاحظوا هذا المعنى كيف؟ أو ما في معناهما معنى رجل مات، ما الواجب علينا؟ أن نغسله. هل قام به حدث؟ هل وقعت عليه نجاسة؟ ليس بالضرورة هذا ولا هذا. فغسل الميت هو في معنى الطهارة، هو ليس بالضرورة أن يكون رفع حدث أو إزالة نجاسة، لكنه في معناهما أو على صورتهما. كيف على صورتهما؟ كالغسلة الثانية، أنت لما تغسل وجهك الغسلة الأولى هي الواجبة، ما زاد على الغسلة الأولى فهو ماذا؟ مسنون أو مندوب. طيب الغسلة الثانية لما تغسل وجهك أنت ترفع حدث أو تزيل نجس؟ أنت لا ترفع حدث ولا تزيل نجس، فهذا مما هو على صورتهما، مما هو على ماذا؟ على صورتهما. إذن قال الفقهاء من الشافعية: إن الطهارة الشرعية رفع حدث أو إزالة نجس أو ما في معناهما أو على صورتهما أو على صورة. كذلك أيضا تجديد الوضوء، تجديد الوضوء يكون الإنسان متوضئ، فإذا جدد وضوءه ولم يرفع حدثا ولم يزل نجسا ولكن هذا على صورتهما. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الطهارة أنواع المياه. شوف بدأ بالمياه، الطهارة لا تكون إلا بماذا؟ إلا تكون بالماء أو تكون بالتراب أو تكون بالأحجار لمن لم يجد، أو تكون بالأحجار، أو تكون الطهارة كما قالوا بالاستحالة، تحول الشيء من حالة فساد إلى حالة صلاح، مثلا تتحول الخمر إلى خل، هذا يسمى استحالة. ولذلك قال شيخنا العلامة أحمد بن داود البطاح الأهجاني من علماء الزبيد: وأربع وسائل الطهارة: ماء، تراب، دابغ، حجارة. هو الدابغ، الدابغ هذا في الميتة، الدابغ هو في الميتة لما يكون عندنا جلد ميت ندبئه نحوله من جلد نجس إلى جلد طاهر. وأربع وسائل الطهارة: ماء، تراب، دابغ، حجارة. لماذا بدع بأنواع المياه؟ لأن المياه وسيلة من وسائل الطهارة. قال رحمه الله تعالى: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. الأحسن أن يقول سبعة مياه. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة: التذكير مع التأنيث والتأنيث مع التذكير في باب العدد. قال العلامة الحريري: متى تلبس الرجال براقع النسوان وتظهر ذوات الحجال بعمائم الرجال؟ متى يلبس الرجال خمر النساء؟ يصلح هذا؟
وتظهر ذوات الحجال النساء بعمائم الرجال؟ قال الجواب هذا في باب العدد في قوله تعالى سخرها عليهم سبع ليال. الليالي مؤنثة استخدم التذكير معها، وثمانية أيام الأيام مذكرة أنثى معها. فهنا لما قال المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، الأحسن يقول سبعة مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. نعبر عن هذا فنقول المياه التي يجوز التطهير بها كل ماء نزل من السماء ونبع